مش باش نقول لك هاد الريحه هادي ولفنا مع حد ما كيهضر حد ما حتى شي حاجه فينا كتشوف الزباليه صغارين كيتعانوا الناس كبارين مراتي ليا صغارين دابا حنا ولفنا فهمتي دابا الناس براني كتسمى لي كيجي كما عم حنا عندنا كتشوف هي وهضروا هي ويادو ما عملنا حتى شي حاجه فاهم بلايص عاو هنا السوق عاو حتى حاجه كلشي موسخ كلشي هذا الغالب الله اختي ديالي وهادشي اللي عطى الله اي والله خصنا يتولنا شي حال مع هادشي انا ما كتكونش هنا كتكون حومه جديده كتما فهاد الناس ضايعين معدين عليهم بزاف اختي ديالي مسؤولين كلشي نجي شي ميزانيه كحشوان تجي شي حاجه كلشي ليهم اما حنا كتما يعمروا بينا تقابي وكذا شي حاجه يدونا للحبس انتينا عارفه الخوادري كنبيعوا غير الحوت كذا حاسدين عليه بلايص ما عطينا بلايص ما عطينا حتى شي حاجه هي كنا الناموس وبزاف ديال الحوايج والوصخ كيدخل لنا حتى شي واحد هنا اللي كيدخلونا غير الناس المساكين راه كيمرضوا كلشي راه مريض انا راه ما كاينش اللي ما كيمرضش غير بهاد الريحه هاد الريحه هادي اختي والحل هاد المسؤولين يشوفوا من حالنا اختي يشوف في واحد المرحله صعبه يعني الواد ما ضر لينا ووليداتنا حتى الناس اللي كيجيو لهنا لهذا السوق لهنا هنايا يعني الناس كتجي كتهرب من هنايا واخا كتشوف يعني الحاجه هنا السوق يعني مزيان السوق فيه واحد الرخاء يعني ماشي بحال ولكن كيجيو الناس لهنا يعني ما كيبقاوش يرجعوا لهنايا بسبب هذا الواد كاين اللي كيجي الناموس يعني كيجمع علينا ذاك الناموس يعني دائما صيف الشتوى ما كيحيدش هذا الناموس من هنا من هذه الحومه هذه من هذا الولد هذا ما ضر علينا ولوليداتنا وكل شيء يعني جميع الناس اللي كيجيو لهنا لهذ الحومه هذه كيتشكاو من هذا الولد من هنا. شكرا لكم أعزائنا زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.